فازت به ترحيب وبصوت زميلنا الأستاذ المعلق المميز سعد بن متلع، وشاهدنا ترحيب تختطف هذا الشوط الأول الرئيسي وتهدي السلام والنواميس والتحايا على الهواء مباشرة إلى أهل الخيسة. فأسعد الله مساءكم بكل خير يا أهل الخيسة. انطلق مشاهدينا الأعزاء في هذه الأثناء هذا الشوط الأول الرئيسي على الهواء مباشرة، أول أشواط القعدان. بسم الله نبدأ وعليه نتوكل، ومنه سبحانه وتعالى نطلب التوفيق والسداد والنجاح. يشارك في هذا الشوط 20 قعود حاضر في شوطنا الأول المفتوح. مقدمة الشوط ومن يحتل المركز الأول شعار هجن الشحانية على ظهر مدهش على المركز الأول، أو هنا يتقدم سلهود من هجن الشحانية برفقة المضمر سالم بن فاران. ننتقل إلى مدهش على المركز الثاني من هجن الشحانية بقيادة محمد بن خالد العطية يليه على المركز الثالث، ويتقدم حامل الرقم 21 غير مدون في كشف التعليق لسعادة الشيخ جاسم بن سعود بن فهد آل ثاني. شعار ترحيب نراه على المركز الثالث دور المركز الرابع. لطيف على المركز الرابع لسعادة الشيخ فهد بن فيصل بن فهد بن جاسم آل ثاني. حميد بن محمود بن مرشود في التضمير. ننتقل إلى المركز الخامس، ومن يتقدم عناد من هجن الشحانية مع محمد بن خالد العطية. شوط يطير النوم يا أبو خالد، شوط يخلي المتابع مصحصح، شوط رئيسي، ركز بالتركيز مطلوب. نعود إلى مقدمة الشوط وإلى شعار هجن الشحانية على المركز الأول مع سلهود. سلهود يقود هذا الشوط قيادة حكيمة، يقود هذا الشوط ويقود دفة الأمور، يقود دفة الأمور لصالحه ولصالح هذا الشعار الخطير الشعار المثير شعار هجن الشحانية مع المضمر سالم بن فاران أحد الشباب المميزين في هذا العالم عالم التضمير. المركز الثاني الله لطيف 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 اللي على الميدان خفيف على المركز الثاني لسعادة الشيخ فهد بن فيصل بن فهد آل ثاني. حميد بن محمود بن مرشود يقوده في التضمير، بينما المركز الثالث مدهش يتقدم مدهش ليدهشنا بهذا العرض الجميل من أجل الشحانية مع المضمر المشاغب محمد بن خالد العطية، بينما المركز الرابع تعرفنا عليه والعارف لا يعرف هذا الشعار حبشان 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 على المركز الرابع في هذه اللحظات. شعار ترحيب وشعار البصير وشعار أيضا غيرها من الأسماء التي خطفت الأشواط الرئيسية. وقبل انطلاقة الشوط صرح شخصيا لي فهد بن سلعان بأن الليلة غير وقدم لنا ترحيب في الشوط المفتوح، وننتظر جديد حبشان أيضا في هذا الشوط المفتوح. حبشان يتسلل، حبشان يتقدم يتحرك. الله بدأت الانطلاق، بدأ الانطلاق حبشان القادم من الخيسة، حبشان الخطير. أيضا شوف المركز الخامس اللي يخطف المركز الرابع ودخول خطير للغاية بالفعل. الذيب 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 وصل الذيب، انتقل من المركز الخامس إلى الرابع إلى الثالث مباشرة لسعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني. يتابع في التضمير سعيد بن راشد الزعبي وغير إلى المركز الثاني حاصل على أفضل توقيت في السباق المحلي الأول في شوطنا الثامن. نتذكر جيدا هذا القعود وأيضا تاريخه وتوقيته، بينما حبشون يفتتح الكيلومتر الأخير. الليلة غير يا فهد بن سلعان بالفعل، والعصا صدرت الأوامر الطفيفة مبكرا على حبشان. جر الشوط جر وتحرك الزعبي أيضا. شوط جر يا سعد هذا الشوط، شوط جر يا شباب. حبشان أيضا صاحب نقطة
في السباق المحلي الثاني في الشوط السادس بالتحديد. كلها القعدان سابقة وحاصلة على نقاط وحاصلة. الليلة اجتمعوا في الشوط المفتوح، شوط استثنائي. حبشان النقطة الثانية يبدو بأنها في طريقها إلى هل الخيسة، بينما الذيب في الشوط الماضي حل هذا الشعار في المركز الأول، شعار سعادة الشيخ جاسم بن سعود، والشعار الغرفاوي في المركز الثاني. هل يختطف الشعار الغرفاوي ناموس هذا الشوط ويكون تبادل للمراكز؟ الله، حبشان على المركز الأول، الذيب على المركز الثاني. الشوط المفتوح إلى الغرافة ولا إلى الخيسة، إلى الزعبية ولا بالسرعان. يا ياهو شوط الذيب، ولكن يصمد حبشان شعار ترحيب بن سلعان مع حبشان، سعادة الشيخ جاسم بن سعود بن فهد آل ثاني. الله، سلام يا الخيسة، سلام يا الخيسة، سلام، وأسعد الله مساءكم بكل خير. ينتزع هذا الشعار الأشواط الرئيسية. تهانينا على هذا الفوز المستحق. المركز الثاني الذيب لسعادة الشيخ محمد بن جاسم بن فيصل الثاني. المركز الثالث وصل فيه كشاف من أجل الشحانية مع محمد بن خالد العطية. المركز الرابع العابر من أجل الشحانية مع محمد بن خالد العطية. المركز الخامس سلهود من أجل الشحانية مع سالم بن فاران. وبالفعل تهانينا والناموس لشعار هل الخيسة، لشعار سعادة الشيخ جاسم بن سعود بن فهد آل ثاني. اختطافه للأشواط الرئيسية يستاهل سعادة الشيخ جاسم بن سعود من يدعم بالمشتريات في هذه الأشواط المفتوحة، ويدعم أيضا بالإنتاج وحاضر في كل الأشواط. تهانينا لك يا سعادة الشيخ جاسم بن سعود، ومشكور على هذه النوعيات المميزة. أيضا تهانينا لفهد بن سلعان، 5 دقائق. الله، توقيت حدث، توقيت مميز، 5 دقائق 54 ثانية، 6 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لسعادة الشيخ جاسم بن سعود، ولمن صرح قبل الأشواط الرئيسية فهد بن سلعان وقال بأن الليلة غير، وبالفعل. وتهانينا أيضا للناطق الرسمي باسم هذا الشعار سعود بن سلعان. المركز الثاني الذيب ما قصر، قدم عرض يشكر عليه، 5 دقائق توقيته، 55 ثانية، جزء واحد من الثانية. تهانينا والناموس أولا لدعم هذا الشعار الغرفاوي سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني. يستاهل أبو عبد الله والناموس يا أبو عبد الله على هذا الفوز المستحق. وسلام يا الغرافة، سلام. التهاني موصولة لسعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم بن فيصل، وتهانينا أيضا لسعيد بن راشد الزعبي. المركز الثالث كان مع كشاف، 5 دقائق 59 ثانية، 4 أجزاء من الثانية. التهاني والناموس للشعار الأدعم الكبير وللمضمر القدير محمد بن خالد العطية. تهانينا للمشاغب على الفوز بالمركز الثالث. ذكرنا التوقيت 5 دقائق 59 4 أجزاء من الثانية. تهانينا